الراديو 90 هواها مصر بالك. فالناس عملوا فوتس او السميعه كده عملوا فوتس ان ما تاخدي بالك هي اللي تكون اسم الالبوم. افتكر اختاروها ليه؟ ده اللي حصل. يعني ما اعرفش, يمكن الاغنيه عشان المقام البياتي, انت عارف مقام مصري قوي قديم, تاريخه قديم, يعني الكنائس المصريه القديمه كانت بتستخدم البياتي والرست والصبا في الترانيم الكنسيه. البياتي مرتبط بالنيل, مرتبط بالفلاح, مرتبط بالارض اكتر, بالصعايده. يعني بليغ حمدي مثلا كان من اشهر ملحنين اللي بيحبوا مقام البياتي. فاحتمال ورقه اللحن كمان, اللحن ده لحن بنت, بنوته هي اللي ملحنه, بنوته عندها 26 سنه اسمها اسراء ماجد. الغريب ان هي واخده موضوع يخص راجل, يعني ماشي. يعني عجبها الكلام لان هو بيقول لها ما تاخدي بالك من كلامك, الغرور دايما مليكي. يعني الـ هنا الـ العتب او العتاب عن لسان راجل لوحده لست. فغريب ان هي تحس بالكلام ده وتختاره من المؤلف سامح عبد اللطيف وتقول له انا عايز الحن ده. وهم مقابلتي ليها جت صدفه خالص على فكره. يعني هو اعتقد ان الالبوم الجديد ما تاخدي بالك في مجموعه فرص كده لمجموعه مواهب جديده كصناع للاغنيه, مش بس في الاغنيه, كل الملحنين وكل الشعراء والموزعين والشعراء ما عدا احمد الحجار واشرف محروس وانا الكبار في السن. انما الباقي كلهم كده نقدر نقول 80% او 70% من المشاركين جوه الالبوم شباب. 80% مقصود من ده ان يطلع حاجه مختلفه جدا للدرجه دي, او تطلع حاجه تناسب السن اللي هيسمع مثلا, او حاجه زي كده, ولا مقصود من ده ايه؟ يعني هقول لك, انا طول عمري لازم يبقى عندي في الالبوم اغنيتين ثلاثه لشباب جداد, عشان هم بيبقوا ليهم علاقه بجيلهم من السميعه اكتر مني. يعني اعتقد ان صعب قوي ان الحن لعلي الحجار يا جماعه. لا صعب. ليه؟ لا, لو احط نفسي مكان ملحن جديد او شاعر جديد هيبقى تحدي كبير قوي ان انا اقنع فنان بجد. يعني قيمتك الفنيه كبيره جدا ما شاء الله, ونفتخر ان عندنا صوت زي علي الحجار بقيمتك الفنيه دي. هقعد الحن لك ازاي؟ تحدي كبير قوي. اصل انا يعني عايز اقول لك على حاجه انا مقتنع بيها جدا, انه الموهبه بتتولد مع البني ادم من هو طفل. بتكبر شوية صغيرين مع خبراته في الحياة, لكن اللي موهوب في الغنى هتلاقي مثلا الأطفال اللي بنسمعهم بيغنوا حلو قوي دول, نقعد نقول الطفل المعجزة. أبدا, هو كده وهيفضل كده. يعني هو اتخلق كده ولما هيكبر هيفضل كده برضه, مفيش حاجة بتختلف. الموهبة ربنا بيخلقها كده. فالملحن الشاب أو الملحن الكبير بتبقى حجم موهبته اللي ادهاله ربنا قد ايه, وهتبقى بتزيد حاجه بسيطه بخبراته. انما ممكن تلاقي حد شاعر اهم بكتير من شعراء كبار, اسماء كبيره عرفناها وسمعنا عنها ان هم دول حاجه عظيمه. فالحكايه هنا ملهاش علاقه بالسن قد ما ليها علاقه بانه السن ده عارف جيله من المستمعين اللي في سنه, فيقدر يقدم له الكلمه او المفردات الجديده كمان اكتر مني.